تحتفل المغرب في هذا الأسبوع على غرار دول العالم بالأسبوع الوطني للتلقيح، وهذا الأسبوع تعتبر مناسبة للتذكير بالمجهودات اللي قامت بها الوزارة فيما يخص التلقيح على مدى 30 سنة الماضية، وذلك تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالا مريم رئيسة المرصد الوطني للطفل. وقد استطاع البرنامج خلال 30 سنة بوصول مجموعة من الإنجازات، هي القضاء على بعض الأمراض اللي كانت في الماضي تتأدي الوفاة والإعاقة، مثلا هناك شلل الأطفال، الحمى، الدفتيريا، والآن ولينا تنتوفروا في المغرب على واحد الجدول الوطني ديال التلقيح يضاهي الجداول الموجودة في مجموعة ديال الدول نقدروا نقولوا متقدمة. وتيسهر على هذا الجدول الوطني اللجنة الوطنية العلمية الاستشارية التقنية للتلقيح، واللي تتقوم بالمراجعة ديالو الدورية والتحديث ديالو. الرسالة اللي نقدر نقولها هي أنه الآن وزارة الصحة تتقدم مجانا لجميع المواطنين بجميع المراكز الصحية المنتشرة على الصعيد الوطني في القرى والمدن مجموعة اللقاحات ذات جودة عالية مؤهلة من طرف منظمة الصحة العالمية وبالمجان، وتتخضع هذه اللقاحات لمراقبة دورية للتأكد من سلامتها قبل ما نعطيها للمواطنين. كذلك تتسهر الوزارة على أنها تضمن هذه الجودة من خلال واحد سلسلة التبريد، واللي نقدروا نقولوا بأنها ذات كفاءة عالية. الرسالة اللي نقدروا نقولوا للآباء وأولياء الأطفال هي أنه لازم يحترموا الجدول الوطني للتلقيح من البداية ديالو حتى النهاية ديالو، وذلك لضمان حماية قوية وجيدة للأطفال. نقدر نقول بأن الجدول الوطني للتلقيح تغطي جميع الأمراض الخطيرة المهمة، واللقاحات موجودة بالمجان في جميع المراكز الصحية بطريقة منتظمة. هناك بعض اللقاحات الإضافية اللي موجودة في الصيدليات، واللي يمكن المواطنين إلا بغاو يستعملوها يستعملوها. يعني غير اللي بغاو، ماشي ضرورية. اللي هو ضروري ومؤكد هو اللي موجود في الجدول الوطني للتلقيح. هناك وزارة الصحة عندها اللقاحات اللي تتحارب بعض الأمراض السرطانية، ندويو مثلا على التهاب الكبد الوبائي نوع باء واللي تيقدر يؤدي للسرطان، وبهذا اللقاح تيمكننا نقضيو على أو نحاربوا التهاب الكبد الوبائي نوع باء. هناك لقاحات أخرى اللي هي في إطار، احنا في إطار الاستعداد لإدخالها، تتهم مثلا سرطان عنق الرحم. وهناك في الاستراتيجية لوزارة الصحة ديال 2025 هناك نقطة تهم إدخال هذا اللقاح، والوزارة تتستعد لإدخاله في الظروف المناسبة. هناك استراتيجيات متعددة لتوعية المواطنين. اولا هناك الاستراتيجيه المباشره التي يقوم بها كل يوم العاملين في القطاع الصحي في جميع المراكز الصحيه، ويستغلوا جميع الفرص المتاحه لايصال المعلومات الخاصه باللقاحات وبسلامتها وبالجوده ديالها لجميع المواطنين. هناك بعض المناسبات مثلا كالاحتفال بالاسبوع الوطني للتلقيح، واللي تعتبر فرصه باش نتكلموا للجميع بضروره اعطاء اللقاحات للاطفال وتتبعها.